أجهزة الاستشارة عن بعد السلبية. درجة حرارة السطح والغلاف الجوي، كثافة وطول الأمطار، خرائط تغطية الرياح والسحب. تقيس أجهزة الاستشعار عن بعد السلبية هذه الأنواع من المعلومات، مما يساعدنا على دراسة كوكبنا بشكل أفضل والتنبؤ بالكوارث الطبيعية ومنعها. تكشف أجهزة الاستشعار عن بعد السلبية عن الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من جميع الأجسام مثل الطاقة تحت الحمراء الحرارية، حرارة الأرض. جميع الأجسام التي درجة حرارتها أعلى من صفر كلفن أبرد درجة حرارة ممكنة، تنبعث منها الطاقة الكهرومغناطيسية. أجهزة الاستشعار عن بعد السلبية أو مقياس الإشعاع تقيس هذه الطاقة، سواء كانت ترددات الميكروويف أو الأشعة تحت الحمراء أو الأطوال الموجية البصرية. تكشف المستشعرات السلبية عن الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة بشكل طبيعي، ولكن يمكنها أيضاً قيس الإشارات التي تم إنشاؤها لأغراض أخرى وتسمى إشارات الفرصة. من الأمثلة أنظمة أقمار الملاحة العالمية مثل نظام تحديد المواقع الأمريكي GPS وجلوناس الروسي، جاليليو الأوروبي المرتقب، وبيتو الصينية. تنعكس هذه الإشارات من الأرض كما هو ضوء الشمس، ويتم قياسه من قبل المستشعرات السلبية، وهذا ما يسمى قياس انعكاس الـ GNSS. يمكننا أيضاً قياس انحناء هذه الإشارات عبر الغلاف الجوي مثل الضوء عبر منشور ما، وهذا ما يسمى بتقنية احتجاب الموجات الراديوية الـ GNSS. الفرق بين هذه الإشارات وانعكاسها الذي نتلقاه يعطينا معلومات هامة عن مختلف الأجسام على كوكبنا أو حوله. لنقم بتجربة لفهم كيفية عمل المستشعر السلبي بشكل أفضل. أضبط راديو على تردد بدون محطة وستسمع ضجيجاً، ومع ذلك فإن هذا الضجيج له نوعان: الضجيج المستقبل بواسطة الهوائي، والضجيج الذي يحدثه الراديو نفسه والذي ستسمعه حين تفصل الهوائي عن الراديو. لذلك يحتاج مقياس راديو الميكروويف السلبي إلى فصل هذين النوعين من الضجيج وقياس النوع الذي يتم تلقيه بواسطة الهوائي فقط.